الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن لمدارسة معاني الألفاظ المتشابهة في كتاب الله تبارك وتعالى. الفرق بين كلمة محصنين بالصاد ومحسنين بالسين. أما محصنين فهو من الإحصان وهو التعفف عن الزنا. قال الله تبارك وتعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين. أما محصنين بحرف السين فهو من الإحسان، أي محسنين في العمل. قال الله جل وعلا: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فلعل القارئ الكريم يلاحظ الفرق بين محصنين ومحسنين فيهتم بمخارج الحروف بإذن الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.